أهلا بكم في جولة جديدة مع الصحافة العالمية ليوم الأربعاء 25 من ديسمبر. نستعرض فيها أهم ما ورد من عناوين في الصحف والميديا العربية والأجنبية. نبدأها بالحياة. مصر: تفجير المنصورة يطلق مرحلة اكتثاث الإخوان. الإكسبرس: مصر: غضب ضد الإخوان في مكان حادث الاعتداء. لوبوان: مصر: القبض على رئيس وزراء محمد مرسي. واشنطن بوست: مخاوف من تحول الصراع في جنوب السودان لحرب أهلية. بي بي سي: أحزاب يمنية ترفض مقترح المبعوث الدولي بشأن الحكم الفيدرالي. وأخيراً لو باريزيان: العالم يتابع أول قداس لعيد الميلاد للبابا فرانسيس. شكراً لمتابعتكم.